السلام عليكم. تدرون حوالي 14 مليون طفل يعيشون ضحايا للحروب في الخمس سنوات الماضية، وخمس ملايين من هذول الأطفال يعيشون في مناطق ما فيها أبداً أي مساعدات إنسانية. 50,000 طفل من هذول الأطفال يفقد أحد أطراف العلوية كل سنة، و10,000 من هذول الأطفال من يحصلون على طرف صناعي، يعني بمعدل 40,000 طفل يعيش حياته بلا طرف صناعي. والأسباب: صعوبة الوصول إليهم، وغلاء الأسعار، وقلة الكوادر الطبية. ومن المحسن أن 60% من هذول الأطفال من عمر 12 سنة إلى عمر 18 سنة، وهو العمر الإنتاجي للإنسان، هو العمر التي تكتمل فيه شخصية الطفل، وهو العمر الذي فعلا يصنع مستقبل ذاك الطفل. بصراحة هذا الموضوع أرهقني جدا. كيف نقدر نحل المشكلة؟ كيف نقدر نوصل للأطفال في الأماكن المتضررة من الحروب؟ كيف نقدر نصنع لهم أطراف صناعية تصل لهم في ذيك الأماكن؟ كيف نقدر نصنع الفرق في حياة هذول الأطفال؟ فكانت الفكرة أني كرست السنتين الماضية أني أعمل على مشروع بسيط، أني أستطيع صناعة بعض الأطراف الصناعية بالتقنية ثلاثية أبعاد مع بعض مراكز الأبحاث، وأن هذه الأطراف الصناعية تصل لهم إلى مكانهم، وتكون سهلة التركيب، وتكون سهلة استعادة الصنع أيضا. الحمد لله المرحلة الأولى من المشروع تحققت، وهي تصميم وطباعة الأطراف الصناعية بالتقنية طباعة ثلاثية أبعاد. الآن هذه الأطراف الصناعية مشتاقة أن تكون في يد أحد من هذول الأطفال. ساعدوني أنا وإياكم نصنع الفرق في حياة هذول الأطفال، نعينهم على أنهم يكتبون بقلم ويمسكون كتاب ويأكلون بملعقة.